زيك فن تبع الموجة. فرحان برشا باستقبال وضيوف اليوم الفنان التونسي مصطفى الدلاجي. مرحبا. يعيشك عيش خويا وربي يفرحك ومحلاك مالك ونتبع فيكم برشا يعيشك في الكهرباء في الدار في الكذا. من خلالكم نحب نعمل تحية للتوانسة ونقول لهم محلاكم ومحلاها الفرحة ومحلاها النجاح ومحلاها الزغريت. صافا ماشي الدنيا تخي بيان تخي تخي بيان تخي تخي تلمون بيان. شنو تو شنو ولا شنو شنو تو دلا جينا الليلة حفل شنو توا 19 جوان غناية آخر غناياتك 51 ألف مشاهدة لا أكثر أكتواليزي عام 57 نردوها 57 أكتواليزي هذه حسب آخر ميزاجور بكري شوية به 57 ألف مشاهدة فقط. لا عليه فقط هذاك حقها هذاك بلاش فلوس هذوكم اللي يحبوني دخلوا شافوها أنا قلت أنا وزيد نعودها ما نحبش ندفع فلوس باش نوهم نفسي وأطمئن قلبي كوني أنا راني عامل مليون اللي يدفع فلوس ما يهمش نفسه يبيع غنيته أموره أنا عشت السكسية توا برشا تجري وراها يحب ويحسوا يحسوا لكن أنا وكي تقص على الفلوس تقف ثم الحكاية أنا إن شاء الله ربي نجح الناس كل مش هذا الموضوع الموضوع عندي بعد عام تتغنى غنيتي ولا لا باش نحب نعطي إكسكلوزيفيتي الموزايك رو أركسوا بالواحد تسمعوا فيها وتسكن تغني فيها كلماتي والحاني هكا ولا وهنا نغني فيها في بالكم اللي أنا عمري ما دخلت الاستوديو سجلتها راني نغني فيها كاو راني نغني فيها سيتو عمري ما دخلت الاستوديو وسجلتها تدخلوا على اليوتيوب ما تلقاوهاش استوديو تلقاوها لايف. وقتاش ناوي تسجلها؟ ما نسجلهاش تحافظت عادش بي تحافظت لا اي نسجلها فكرها بها لو كان موجودة لايف اي نحبوا الفيرسيون استوديو لا نشوه تتشوه تمشي تتشوه تحافظت هكاكا انا واحد يجي مثلي صوتي في استوديو نقول له ما عادش تسجل عندك اي ثم فنانين صوتي نحكي لك على صوتي المبحاح هذا كي يجي واحد في استوديو يقول لي استوفا نعمل تري شيء ما تعمل اعمل في داركم انا خليني هكاك بصوتي هذاك التشوه هذاك ما نحبوش الغنية تحافظت اركسوا بالواحد تحافظت كيما هي لايف قعدت لايف هي يا استوفا الناس تقدم القدام وتتطور باهي راهو انك تغنيها الاغنيه في استوديو وتطلب عليهم وتشرط انه صوتك ما يتبدلش والناس كل تعرف صوتك اللي ما تسمعش انك اوتوتيون انا تقني انا تقني فني يعني انت مش مؤهل باش تحكم على اغنيه ولا على الفيرسيون اللي حكيتها لك انا راهو نقول لك بالتجربه اركسوا بالواحد وكان ندخل الاستوديو والله لا تعمل 1000 اي انا مانيش مؤهل باش نحكي هذايا اما انا كمستمع مؤهل اني مثلا نطلب من فنان نحبه انه يسجلني ونحطها في كرهبتي حاجه اخرى باش نعطيك حاجه اخرى ادغاما وغنه اللي قلته لك تو معاك راي فيرسيون تاعك حلوه قلت لك انا اركس بالواحد وسكل تغني فيها وصحه وفرح وانا ما دخلتش الاستوديو سجلت انا غنيت تلفزي راديو لايف يصوروني ستوري درا شنو ريتني شي مره نغني بلاي باك في الـ في الـ في التلفزه امبوسيبل فما الناس تخاف من اللايف واصواتها نقوز راهو هاي الحلق ونقوز نقوز الا انا لا انا لا احبذ الاستوديو ما نحبذش راهو جوست نسجل تو مثلا نسجل استوديو جوست باش نانونسي كوني راهو عندي جديد غدوه تقول لي الغنايه هذيك تو كان نلقى قوه انا باش تعدي لي اي شنو تو نقول لك نغنيها لايف ما نحبش الاستوديو بدات استراتيجيه نتاعك ولا انك اليوم تمشي للاستوديو وتولي تبيع اغنياتك بتفهمين انه الدلاجي عمل اليوم مرحله 32 عندي 32 سي دي 32 البوم بلوتو في استوديو لكن انا وقت اللي الاغنيه تخرج سوغ سي دي هذيك المشطره الاولى هذيك النيه الصافيه كوني راني بديت ننتج انونس جوست انونس اليوم ثم يوتيوب ثم يوتيوب اليوم يعوض السي دي اليوتيوب والله اليوتيوب عامله التليفون يكاو اللي فما يعرفوه العباد موجود لك راهب الكل كونكتي باليوتيوب في بالك اللي يحبوا تو الربوخ يحبوه لايف انت في بالك ولا بتبيع. في بالك يحبوه لايف اي بتبيع هذا ما تفهمش ما عادش يحبوا اكل الميتاليك اكل اللي درابك باللورج وكل شيء باللورج وحديد في حديد وتوبتاتي هذوك ما يحبوهمش يحبوا اللايف سمير لوسيف وقت اللي قص على اللايف ما مشاتش الامور سمير في يميمتي الغاليه ونتحيك وقاضي لايف هذوك هذوكم استوديو لايف جابوا الفرقة الكل لايف كي مشى الاستوديو مشيتش معاه؟ ما مشيتش فما زوز ثلاثة غنيات محير سيك انا هوند نذكرهم دنيرمو مش العباد حبت سمير فك الهينك لايف الهينك لايف
خلنا نرجع شوية على بالله. خليني نقول لك على الأرقام، نكمل نسكر على الفيو والأرقام. مازلت عندي سؤال على الأرقام ونسكر الدوسي هذا. كيفاش ترى الرقم هذا اللي هو 57,000 مقارنة بالتوندونس نتاع الناس اللي براتيكمون ولا تعمل في نهارين مليون؟ حط 3500 يورو تو، نحط انا 10,000 اورو تو تشوف غدوه واش نعمل. تعرف الرقم هذا ثم بيت متعمل سبونسوريزي. انا نقول لك لا 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 لا، عايش خويا انك انت ماكش معاهم، فما تسخبها امها راقده وهي تكونكتي مع خطيبها راهي تحت الفراشيه الاربع نتاع الصباح، انت ماكش ترى فيها. يا عايش خويا ربي يفضلك تحكي لي على الارقام هذه، خليك موضوعي يفضلك. فما كورس نتاع زوايل وفما كورس نتاع ارقام وفما اللايف. بعد عام نتحاسبوا نحيو اللايف، خلينا من هذا. بالنسبه للارقام عندي انا قلت عبالتي مع كل تحياتنا البلطي زاد ندوره في الفيو بعد عمل 700 مليون. لولا بلطي رانا أرخص دولة في الفيو. بارك الله فيك يا بلطي، وراوي يستحق. ويقول لك الوحيد اللي نجم نجبده في ضحكة ولا في بكي، خاطر الراجل يستاهل، الراجل يستاهل. راو حل علينا بعد، رجع لي للفلوس وللمونيتيزاسيون بربي، خليني نعمل أنونس للدولة فكرة مشروع دونك بلطي وعشرة رابيرات هذوكم يعني سميهم العشرة. والله يا هاو معنا السيد اللي بحذنا كاسترو، كاسترو مثلا، هاو كافون، هاو شاب بشير، هاو ظهريا راهو ما متغشش حد يا اخي. علاه توانا كيتعايروني يا مبحا نتغشش نمشي نبكي. ايوا ولقيت واحد عينيه خضر يجري في الكياس يعيط شبي خويا يا عيني خضر كذا كاين. كي تقول لي يا مبحا كانك سبيت ربي تويك، تعرف كفر كفر كي تعايرني بالبحر. يعني انا كربك تجري في الميتين تو طلعني انا نغني بها، بينما عشر اخرين تقعد تدقس. خليني اجري معك في 15 كيلومتر في الساعه وانت جبت لي موضوع اللي انا محاضر لك بالذمه. البحه، البحه ما عند ربي. البحه مثلا كان بحذايا نور دول هنا، نور دول اللي يغني مع سنفره بنت الحارم واللي عنده برشا حاجات. الولد هذاك نور دول عنده البحه في الصوت، نحبه كان يعمل وتر ينجح. مثلا نور دول قال انه البحه موجوده عنده في صوته لكن ما يحبهاش ياسر. والله العظيم خويا اش باش نقول لك، صباح بعدك الأدعية اللي نعملهم أنا هذوكم، نقول يا ربي لك الحمد زيد بحاحلي في صوتي، أقسم بالذي لا إله إلا هو. يا ربي بزيد بحاحلي صوتك، أقسم بالذي لا إله إلا هو، أمن ولا خلي ربي يم. يعني كان جد ليجي أنا البارح أشتعطيك يسمعوا فيها الناس كرة. أنا البارح قاعد قلت لي أسمى مش تغني، قلت لها أختاني روني قايم طايح من السرير جيت لحنا بعض وين خطر مصبح نختم، مدت لي الميكرو عالية بالعيد بدت لي أنا مش مريق لرصدو رصدو متاع نسيرة أنا وربع كعبات يغنيوه المبحاحين بما فيهم الأستاذ الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أستاذي لولو الأخر هو قاسم كيفي. أعرف أربع دقائق تحربت البلاد، أربع دقائق عملت أربع دقائق كهو تمشي اختيان تك البحة انتاعي في أموري في تكالبيستي في الحوال في الدنيا في هذاك جوي أنا راني سيموا وفرحان برش. وديما نقول لكم الحمد ربي على طال هذاك أنا جوي وربي يحبني. تيبيك أنا قلت لك نعاود لك كي تتعدى كهرباء في الميتين طلع لي أنا هذاك. الأكتواليتي في 300 اليوم الأيامات هذيا، نعرفك صريح وتتكلم. لا نكمل لك على الفيو وسكر. باهي تفضلي. الفيو هذه الحرب نتاع الفيو تفكرني فك اللي قالها يا حبي كي نزمر لك تهبط، قلت له أوه يا حبي شريت كهرباء، قال لا يا حبي شريت زمارة. هذا الفيو في تونس طب. سكروا الموضوع زمارة، نسكروا الموضوع. سكروا الموضوع الفيو في البلاد زمارة، زمارة اوكي كره بينو بارب. رايك في الاكتواليتي سورتو كي نحكيو على قضيه امين السويسي وسفيان سيالة، شنو رايك اللي ريتو انت؟ راي قدرني قدرك زوز في خانه المواطنين وقت اللي تصير عنف والا مشكله باش يدخل فيها القضاء ما عادش يغزو لك انت فنان. تتصور انا نقف قدامه كل الجمهوريه نقول له انا راني على الدلاجي وعام 32 البوم وملحن وكاتب 132 فنان، يقول لي اقف غادي ما عطيتكش الاوردر باش تقعد. وكل الجمهوريه لا يحترم الارقام ولا يحترم الاشخاص، يحترم القانون. هنا يدخلوا في خانه المواطنين العاديين بين عرب بين ترك يفصلوا روحهم. انا اللي غيظني في الحكايه تعرف شنو هو مالك؟ المتدخلين المتشعبتين اللي مشات اماني في الرجلين. شيء حاب يصفي حساباته مع سفيان سيالة خاطر ما خدموش باش يسب فيه في الكونت بتاع أماني، وشيء طامع فيه باش يزيد يخدمه قال له انت عظيم وانت بطل وانت كذا. دونك أماني مشات في الساقين، احنا ماناش حاضرين الحكاية انتيم. فما شاهدة قال لك شاهدت أمورهم بين القضاء
انا نجي لها مع هذا مع هذا. بالعكس انا نقول ما حقوش يصير هذا، انا نهزو للاخر بالكل. علاش ما ذكرتوش 3 ملايين شنية اللي تحبهم اماني من عند سفيان سيالة؟ سفيان سيالة متعاد حفلات ما عندوش 3 ملايين، ايبا ما عندوش 3 ملايين، تعرف علاش؟ خاطر الوزارة التو ما خلصتني وما خلصت وما خلصت هذاك وما خلصت هذاك. يعني المشكلة الكل راس الهمدة داعش اللي هي الوزارة المتهمة الأولى اللي قلت لك حتى تو مانيش باش نخلصكم. يعني ايش نعمل لهم الشيكات اللي في الدار؟ نفخهم ونشرب ماهم. تتهم الوزارة هي مسؤولية الأولى؟ نتهمهم تو ما عادش باش نخاف من حتى حد، وراه ما تخوفنيش الوزيرة. أنا ما تخوفنيش الوزيرة، خاطر الوزيرة ما تخوفش. الوزيرة جات قالت وضعية راهي، تحب ولا تكره راهي هي بيدها معانا، هي مسكرة تليفونها وهاربة. هاربة جات قالت وضعية، مش طلع من جيبها، منين جاية هي؟ جات قالت وضعية. يعني ذيك ليك يرجع للمشهد السياسي حكم تروا في مجلس النواب. انا نحب نقول لهم بربي يحشموا ذراويحكم ودلجين، ونقول لكم حاجه واحده، اللي عنده الجراه يهبط لنا السيرتيفيكام تاع البكالوريا بتاعه قداش جاب في الباك بارابور للطفل اللي جايب 20.15. انتم في مجلس النواب اللي انتخبناكم في الاخر وليتوا تتمسخروا علينا، وانا هنا وتتضربونا على الطيارة. شكرا مجلس النواب. هذا اللي هبطه 22 جويلي على على الفيسبوك نتاعك ستاتو. باش نقرا زوج اسره لولانين وتنجم تتلخصتي الباقين. اللي عرضه نظيف ما يخافش من الارشيف، واللي قلب قلبوا الفيستا اساميهم في الليستا. اوبا البحث يجيب، اوبا من غير تعذيب، اوبا واعمل يخصيب يسيب، ما يطلع في القاموسة بكرة يطلع في الحليب. انت امبراطور الشغب ووزير السعادة، هكا تسمي روحك، وهكا اللي مكتوب في الديسكريبشن بتاعك على الباج فيسبوك بتاعك. أكيد. يا اخي الفنانين اليوم عندكم نوع من الليجو تريب، معنى كل واحد مسمي روحه تسميه. شو شاش اختيرت انا؟ طيب انتم كليتوا اللحم العلوش واللحم المعيز والسكالوب والكل شيء، خليتوا لي انا السلايط. انا نحب السلاطة اقل حاجة فوق امبراطور وزير سلاطة. امبراطور الشغب ما قلتش ترب زوز كلمات اتقال، واليد عايف التربي نشزر قفلاتهم غالطة. فما اربع كعبية تعرف تغني بالبلاد كلها زمارتها صافية كاو، قلوا عمل لي بياتي طيوح ويجي انت يعمل بياتي وانا نعم بياتي، يعني مبحاح نعم بياتي خير منك وابن منك، لا تدعيه. انا جبت الاخر بالكل. انت اليوم تقيم الفنانين عندك الحق قيم ونقعد؟ شنو نقيم؟ شنو نقيم ونقعد ونبحثه ونعطيه سرسي زادة بمعزة؟ كلها ايماج دمارك انا كتبتها مرة من برا، ايماج دمارك ومن داخل مناظر ومارك. من شنو متقلق بالضبط؟ من داخل مناظر ومارك. والدليل انت فنان، وانا قلتها البارح في حلبة على عجبت استاذ قانون في المحكمة الادارية طلبني قال لي محلاها الكلمة من قلبي خرجت، الفنان قليل من الموهبة وكثير من الحكمة. كيفاش تورط روحك انت؟ انا ما عشنا انت حكيم وقليل انا ادعي نحاول، انا على الاقل ما دخلتش انا قلت يا سفيان سيالة يا عنيف يا اللي بيك يا اللي عليك، ولا جيت الاماني تكذب على الراجل. ليه انا خليت روحي من على نفس المسافه زوز خواتي؟ انا كي ولدي تتعارك من النكره هذا ونحب هذا. مع كل بوست عندك على الفيسبوك تحط رمز النحله. النحله العسل، نحله العسل ما تقرص بحليك. النحله هي العسل، النحله هي مذكوره في القران تعطي الخير وتعطي العسل بدون حسابات. انا نعطي اما نلسع وقتاش؟ وقت اللي النحله وقت اللي تحس بالخطر كاميكاز تقرص وتموت. وكل فليجه ذيك اللي هزتها النحل. هاني جاي للفليجه، هاني جاي للفليجه. تحب الحيوانات ولا ابب؟ نموت على الحيوانات. مرضت فك القضيه نتاع جرب، مرضت مرض نرعش نرعش. اما مرينكش الوقفه الاحتجاجيه اللي وقفوا فيها شويه الفنانين؟ انا عندي فيديو قديم هبطته انا وقطاتي، تحيه النصنص والشخمة والمزوزق وسي عبد الحميد، عندي أربع قطات تحية اليوم يسمعوا فينا، وعندي مثال شو خلقول هاسكي اسمه سولو، سولو موسيقية أنا ذاير كلمة موسيقية، سولو يعني وحيد، فهمت؟ عندي كلب وعندي أربع قطات نحبهم قبل ما ناكلين ياكلوهم. فماش ما فماش كي نعمل طلع على الفيسبوك متاعك ثم برشا ألغاز محليك، برشا ألغاز ملا مالك هذا يا أخي؟ وملا نوال زادا مطرش طبعا خلالك انت نوال ورا الكاميروات. تحط العين، تحط ساعات العين، تحط تخاف من العين، تكسر تحس روحك محسود. انا بعد ما تكسر ذرعتي سيخسين وانا واقف كلبت 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 وجيت وقفت نغني انا نمول كيك وتكسر ذرعتي تحت على وجهي محسود. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا نقرا برشا قران واللي يعرفوني يعرفوا هذا، واللي يركبوا معايا في كربتي يعرفوا هذا. تحمي نفسك؟
نحمي ربي بربي والقرآن ورضيت الوالدين. رضيت رد بالك سنية أمي نحطها وبابا ما تنسهمش أمي وبابا بالدنيا. تعملت لك حاجة قبل؟ عملت لي حاجات سحر؟ من بعد البحة كانوا قالوا لي أنا تو أول ما عرفش قولها وما شربوني حاجة وحتى مرتي بيش تتفاجأ ده. حطنا في الإطار وما شربوني حاجة وكو وقتها شربوك حاجة؟ تفلقت قراجمي يعني ما؟ لحظة كلام أول رسمة من عندك راه وقتاش صارت؟ وين صارت؟ اختاني مالك فك علينا أنا زلقت قلت لك يا ربي تعرف شكون اللي عمل فيك هذا؟ ايه نعرف من العائلة؟ لا من الوسط الفني؟ ايه من الوسط الفني في حافلة ولا في دار؟ كي خرجت أنا من الفرقة الوطنية وقتها شماتة؟ شماتة بالطريقة هذه معناها توصل كلمة مفلوقة مالك معناها ما أكثرش من شماتة شماتة كان ثم كلمة أخرى نجم نقولها نقولها لطفي يا رب أنا ما نعملهاش لطفي يا صاحب لطفي أما الحمد لله ما زدت قبل فيه اللي عمل فيك العملة هذه؟ طيح فيه ربي هو فني أنت أنا نطلب له اللطف كهو سامحوني مستمعين أنا بحبش كل نفان نقول أحبابي وأصحابي يلطف اللطف اللي صاير فيه من الجمل أنا عمري ما دعيت عليه فلق لي جريجم 3 سنين ونص نتكلم بلوام يا أخوي لطو في داري أنا لطو في داري بس بصعد أولادي ولا مرتي استنست خاطر عيتش في داري خاطر الطريف اللي عندي طالع نخدم به طوى عندي بكالوريا في مرنك استنست أنا نعمت بست عليش بحكيتاش قبل الحكاية هذي لا فما حذية البحة خاطر فما بحة من بحة لا بحتي أما الحمد لله استرني ربي نظفوا لي جراجمي وعملت عمليات واحدة في تونس واحدة في فرنسا نجم تقول لي شو شربوك مصطفى؟ ما نعرفش ما نعرفش فما عقار شربوه لي رغم في كاس ما يعني في كاس ما اي فلق لي كراجمي ولدي ما نتكلمش 3 سنين ونص ماهيش ثلالة احنا نقولوا بوليب ونودي هما يسخبوها ككملوا لهم بعد بلي زاناليز طلعوا لي انا شارب حاجة مش نية الله أعلم موتيكنيك والله عندي أنا الدوسية ومكتوبة ومدورها أنا بالأحمر في الدوسية ذاك 3 سنين ونص ما تكلمش مت بعت الذهب بعت داري الأولى داري ثانية ناقصة زليت آخر فردة بعتها وقتها في البيرو متاعي حب يخرجني ركحني 9 شهور حب يطيح يطيح شي سميه الفونت كوميرس بعد 18 سنة لمهم لي هذيك فرضة الأخرى رجعتها وقتها وريتها النوفل حبيت نعطي حكمة قلت ترى ربي ما يضيع حد آخر قطعة ذهب هي رجعتها بعد 10 سنين رجعتها نحيتها من يد مرتي تبكي خليت لها حد شيء ما واجهتوش السيدة ذي أو السيدة هو طويك يجيبوه للتلفزيون يبدأ يجبد وما يسميش خطر أنا بعثت له قلت له كان توصل تسميني نجبد لك خنارك الكل شد عليها حاجة خنار متاع واحد فينجر كلام اختير هذا كلام اختير ياسر لكن ديما نرجع نقول فما ربي انا لا نزيد ولا نزيد عليه تحط زيد صندوق صندوق هو صندوق شنو الصندوق هذاك صندوق هو الخزنه الكفر كفر شنو فيه خاطر قتلوني بالكفر كفر كفر دي برا تجبرهم شي يصرف يزينا انا قلت انا لو كفر انا با بزوان دان كفر عنا الكفر عنا نجب حتى من الكفر هذاك شنو فيه؟ الكفر هذاك فيه إنتاجي فيه 3500 غناية ولا 3500 فيها أسرارك زادة؟ وفيها أسرار والله ما عنديش أسرار مكشوف مفضوح أنا ما خليت لهم شايرة باش يبتبتوا في جرتي ويطلعوا لي دوسي أنا قوي في الكوميونيكاسيون سربت أسراري وأعواري للجماهير العريضة وما خليت حتى واحد شد علي حاجة خاطر تو يهدوا تو الفيسبوك ريتو احنا حكينا عليه البارح في ديمونش أما يهد فيك؟ لا نحكي لك تو ولا وسيلة تهديد يعني حتى سرك حتى كما خليت لهم شيء المرمى وخدمتها حكيت عليها المرمى بعد البكالوريا خدمتها اللي مش عايرني اللي خدمت المرمى خدمت المرمى وبعت لي عندي حليت 7 ساعات ونجح ب14 في الباك و14 85 اما كي تقول لي 14 انا حيت لي سامحني اخوي 14 85 وعامل كونديدا لي برا في الدار خذيت البكالوريا زاد الحمد لله باكليتر باكليتر
تفرجت فيك في برنامج الكل في الكل أفريل 2020، شفتك شوية كورون بينك وبين محمد بن عمار. أي ثم كورون صار، وثم جملة قلتها ثم بعض الناس فهموها بالغلط. قولي أنا وانتي رجال في فورمة سؤال. أي والناس تفهمت على أنها ثم نوع من الهوموفوبيا في الكلام اللي تقال. لا فاسل الناس الهوموفوبيا، مرتي وأمي ما تفهمش بليتو، باش أنا نجم نجاوبك. هوموفوبيا هو أنك ماكش متصالح مع الجنس الثالث أو بما يسمى يعني المثلين. لا مانيش متصالح. مالا أنتي مش أنتي مالك، أنا أبلي طوما لك أنتي مباشر حلو سؤالك. هذوما المواضيع اللي نحب نحكي فيهم راه بالنسبة للفن فار كلاسيك ونفرميها على روحي أنا. به هذوما الناس هذوما، خليني نقول الناس هذوما فيها نوع من الاحتقار. أنتي برا امشي يعمل الجمعية اللي تحب، راه بعد الثورة كلها ولا تحكم. والدليل أنا قلتها البلاد هذية ولات فيدرالية، أربع كعبات قاعدين في قاعة ولا عاملين جمعية. لا لا لا، أنا الدكتاتوري لا بعد الحدود، والبلاد هذه ما تمشيش راهو ديمقراطية وستوكي. أنا نحب الدكتاتوري شد البلاد. أنت ديجا قلت كنت نعيش تحت أمن وأمان الرئيس السابق ومانيش باش نتملص من هذه. وعمري ما انتخبته وندمت، ندمت اللي ما انتخبتوش والله يرحمه 7000 مرة. كي نجي نعمل كومباريزون وبرا سب على روحك في الفيسبوك الأخي أنا قاعد نقرأ فيك. لكن ثم عائلات شهداء. ليه؟ شوف الاستثناء لا يلغي القاعدة يعيشكم، والعكس صحيح. شوف نرجع الموضوع، وقت تقول لي المثلية الجنسية يعني اللي شدوه زاني 6 شهور حبس والآخر نعطيه جمعية، نعطيه الحق في جمعية الكونتر ناتور، نعطيه الحق في جمعية والناتور نعطيه 6 شهور حبس، كله مخالف للشرع والقانون. أنا إكستريميست راديكالي، أنا ما نحكيوش فيه الموضوع. أنت راديكالي؟ راديكال في الأمر هذا، راديكالي في الأمر هذا كهو؟ في بعض الحاجات، فما حاجات كتقول لي أنت مثلا الميراث حكيت، أنا نعطي باي لأختي، تخرجت أنت قانون، أنا نعطي لأختي خاطر المرأة فعالة، وأنا قلتها البارح وصارت بوبلي. نحيونا أنا وزارة، أنت مع الشرع والقانون. نحيونا وزارة المرأة، راه وزارة المرأة هي استنقاص من المرأة، المرأة راهي تسوى أكثر من الرجل في تونس وفعالة، وإحنا عنا نسب وعنا أرقام ونعرف المرأة العربية التونسية إيش عاملة في العالم. وزارة المرأة هي استنقاص، باس. هذاك علاش انتقدوك وقت اللي غنيت البطية؟ البطية على خاطر أنا قلت المورفولوجي متاع المرأة العربية والتونسية رأي 95% بطي. أنا جيت أفلاق طول كل هناك اللي تضرب وبعد تخبى وراي طول البنية اللي بالحيمتها ولا تقول أنا بطية كما قال بدلاش الله يرحم والديك. خلصت 5% اللي هم أضعاف، 1% مش تقعد أكاك رميمة. نرجع موضوع محمد، 4% يوصل 99% هما بطيئات في تونس. نرجع موضوع محمد بن عمار، وقت اللي هو يقول زادة مش محمد بن عمار باش يجي، سامحوني في الكلام بين زفرين، يتشالك مع الدلاج. ليه هذيك رقصة ديك المفضوح؟ لا لا مش مذبوح، نعرفها الأصلانية نعرف هذيك رقصة ديك المفضوح. ما نجموش ندخل فرد خانة نوية، وكان باش يعمل حاجة المثليين ما عندوش الحق في جمعي، ومانيش داعشي، أما أنا مسلم تونسي مانيش داعشي، أعطيك حريتك في حدود المنطق والمعقول. ولكن أنت ممكن أنت تحدد الحرية مش أنا ما غدوة مش فعل معك أي مثالش فضل اليوم سمى قانون يحميهم وأنت قلت راني مع القانون. أنا أجرم منفع على هذا القانون. أنا أمور أخرى أنا نجرمه تخي. أنا توا كل أخي اللي انتخبته هو توا عدا، هو اللي انتخبته أنا عدا عليه. مع كل تحياتي للاستثناء اللي احنا استنوا فيه، وراني آخر واحد كنت أتصور روحي باش ننتخب قيس سعيد، اخر واحد كنت نتصور روحي باش ننتخب، والحمد لله اغزمون انتخبته واغزمون نجح في الانتخابات، خاطر بان بكشف المعدن نتاعو الراجل وبرشا ناس فهمت ولا فرحانه بالسيد هذاك. وانا نقول راهو قيس سعيد خاطر نحسه ولد خالي عمي ولد حومتي، ليست بسيد يعني بسيد رئيس الجمهوريه الكلام الخشبي، انا سيد احترمته وزدت عزيته وحبيته في المواقف الاخيره نتاعو بان بكاشف اللي احنا توا بالجد عنا رئيس صغير في العمر ونجم يضرب على الطاوله. شويه اخر نسمعوا اغنيه شنو توا، هو شنو توا شويه اخر. اما نحب نسالك سؤال قبل ما نمشي خاطر مانيش نسيك، راهو التشنج اللي في البلاتوات هذا يا مصطفى الدلاجي طبيعه والا استفزاز؟ لا 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 لا، انا تتنرفز في السارك. السكت عن الحق شيطان اخرس. انا قتلي امراه مصابك جيت خويا ولد لحمي ودمي. لكن تنجم تعطي رايك من غير ما تتشنج، تنجم توجع برشا ناس من غير ما تتشنج. تركيبه
وريته الأخذ والرد يطلع التوناليتي تركيبة ما جابش تبدل. قديش السرعة متاع السخانة متاعك في التنرفيز؟ لا 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 أعطيني سرعة وترود فيه 500 من اللون تقاني بريمير في الأخذ تقاني سيزية معادي طالع طالع طالع. أما أنت والوضعية أنت في السيتياسيون بس دي خويا خرج على شوية تبسيمة خاطر حسيتك هكا متشنج في ساعتك ولا لا والله لا. بعد غدوة عيد ميلادك باب 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 29 جويليا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير من تو. أنا السيد ناكلهم هاني جايك للسيد شوية آخر. علاش ما تقولش على عمرك؟ ليه هو فما واحد نقاش يعني الحوار ولا التفاعل ولا النقاش صاير على عامين ثلاثة اللي هما سيزون بديت وتوا عندي يعني 32 يعني تيح في 48. انت تو 48 سنه باش تعملهم ولا عاملهم باش تعمل 49 باش نعمل باش ندخل في 49 باش تدخل في 49 معنى 29 جويلة تعمل 49 اكيك اذا اليوم رانا في عمرك انا اليوم بتخاف من الكبرى؟ بحذر عملية تجميل باش قام لا يا اخوي بحذر له دعاء الوالدين بحذر له رضا ربي بحذر له حذرت وليداتي كم يلفو انا محذر روحي الغدوة بصحفظ لروحي واللي بي سكرة بي صبات احنا ماشي هذو من الامثلة التونسية اللي حبوه شنو هو تاو طولت اللي بيخشم بيصبان 29 جويلية عيد ميلادك برج الاسد برج الاسد باش نلعب معاك لعبة صغيرة بجاوبني بايه والا لا واضح نعطيك الصفات متاع الرجل في برج الاسد الايجابية والسلبية قل لي يشبهوا لك ولا ما يشبهوا لكش به صفة الاولانية اللي انا متأكد مش هي الهدوء والرزانة وعدم التدخل في الامور الا في الاوقات المناسبة هذه في العادة في داري في حياتي العادية ما عنديش برشا دي كونتاكت وقتي الكل الكتيبة والتلحين والداري والقطاتسي والكلابي والبابا وامي انتيم حياتي قدام الكاميرا والميكرو اللي تولي مسؤول 12 مليون يتفرجوا فيك 12 مليون يتفرجوا فيك دونك ما تنجمش سي موا سينو اذا كان قلت لك السكوت عن الحقيقة ولا يعني شيطان اخرس الساكت على الحمل نجمش نسكت سينون ولي موافق الكرم الزائد الذي يصل لحد الإسراف تتعدى عليا فيسا ما نعطينيش قلبي أنا تتعدى عليا فيسا تتعدى عليا فيسا شكون عدى عليا ما تقولي إذا كرهو رالك يعرفها كرهبتي عوج يدو قل له أنا رو مش لي هو حتى كان يكون شي عدى عليا رو هو عمودي هو بشي يزهر ربي العاطفة القوية وتقديم الحب للشريك بشكل كبير الذي يكون في بعض الأحيان مبالغا به تحية لزوجتي دي المجدية عندي 22 سنة ودخلنا في 23 سنة عرس وقبل العرس برشا يعني نعرفوا بعضنا الحب الكبير حب الكبير حب الكبير وكل يوم مرندفرة والله بجد كلمة تونسية ما هيش عيب إن كل يوم مرندف مرت فنان كبير قلت لي مدام مش تخدم قلت لها بورتي قلت لي مترينيا لا سبورتيفة لا قلت لي كيفاش بالكتاف قلت لها لا وين بورتي قلت لها في الدار قلت لي انا ناقص وعندي مفتاح هي تحل وتبوس هذيك مهمتها القدره على توزيع الوقت بين الجد واللعب في وقت من الاوقات ندي قوتي نفد ما عادش نحب نكتب ما عادش نحب نعمل شيء ساعات هبط عليا واد كيما اللي مات بالكهرباء نكتب اللحن ما عنديش اللي قبلك مرتي قلت لها عندي واد برشا جديد عندي كره المجاملة ما نحبش النفاق ما نحبش يا أخي ما نجامش وراه نشد روحي قدام ميكرو باش نجامل من بعدك الدلاجي المشاغب أخوي يتزا وكي يجيك تكون يجاملك تقولوا ليه ما نجاملنيش نفيق بيه فيق بيهم تو ومش هنلقى ياسر الحكاية وأنا أذكى من كون واحد باش يعدى عليا بالمجاملة القلب الطيب والإخلاص الأصدقاء عينيا نفقحهم ونعطيهم ويعرفوها الكل واللي كذبني يهبط ستاتيو يقول دلاجي يكذب نفقحهم عينيه زيز ونقعد مراش نتفاديك نمشيو للصفات السلبية نحب تكون صريح تطلبني مساطين تاع الليلة تقول لي راني ناقص باكو بانادول وين انت في سكر وانتي سامحوني دواء راني ندور كرابتي ونجيك راه ونخلقه لك الدواء ذاك تقول لي عرس اختي راني نسرق درج ونخلط لك مادام عندي دقيقة باش نفرحك حق النبي وقدام ربي تحاسبوني نشد روحي شد عندك توا وجاوبني بصراحة حب السيطرة وإثبات الوجود والذي تتعدى ذلك وأحيانا تصل للغطرسة خاصة كيبدا عندي الحق مش الغطرس أنا توفي داري فرملي بزريقته يعني أي
لا انا ولادي تربوا على حكايه السيطره. السيطره اختي ما لقاش طبليتك في بلاصتها نوني با كاستيون تتعاقب. علاش مش في بلاصتها طبليتك؟ تثبت وجودك برشا. والله هي نوعا ما فيها نوعا من انك نقش حاف القاعده نقول حبنا الشحاف القاعده مشكلتي. عدم العفو او المسامحه عند التعرض للخيانه من قبل الشريك او الصديق. اطلب اللطف، اطلب اللطف. مسكوك نذبح انا سامحوني. نبدل المصطلح ما شاد صحيح. نبدل المصطلح على خاطري يا ودي. تعرف الخيانه على خاطري. الخيانه عندي انا نهايه العالم، نهايه الدنيا. تيح انتو السماء المعلقه بلاش عروس تيح فوق روسنا الكل. خاصه الخيانه راهو مش من الشريك، من الشريك ومن الصاحب وكذا وكذا وكذا. حب المظاهر فيصرف الكثير مقابل ارتداء الملابس الفخمة وشراء الأثاث الغالي. لا غلطة، لا غلطة. أنا اللي بيسكر بيصبات. أنا كي نبدأ نتعشق مرتي قلتها ونعودها قلت لي معاش نتعشى معاك علاش زوز حوتيات كبار حوتة برك وهانو جارنا مقابل. سامحني جاري حمال ما معتينيش قلبي أنا مرمض من القدية وجاري تاعو. عندي برشا جيراني تعبين اسبيسيالمون دنيير مو في الاربع سنين الاخر اسبيسيالمون في الكونفينمون في الوضع الحالي هذا ما يعطينيش قلبي. الخوف من الفشل وقليل المحاوله والمغامره. لا لا غلط غلط. من انا نامن انا عندي في الاتجاهات عندي النور حبذ برشا النور. نحب نسالك على كلكو ستاتيو هبطهم على الفيسبوك 21 جويليا 16 جويليا و2 جويليا. حابك تتفسر لي خاطر انت اللي كاتب الستاتيو هذا. لا فماش ستاتيو نكتبها عفوا يا رب. نعرف راني عندي قصد وعندي انت نجم تجاوبني كان انت به. نهار اللي تفهم علاش البيتزا مدوره ونحطوها في باكو مربع وناكلوها مثلثات وقت تنجم تفهمني. الهادي زعيم. حابب كل الهادي زعيم. عليه؟ حبه ياسر. صارت مشكلة صغيرة. راني جيتيم بوكو الهادي زعيم وديما يقولها لي الكل. نحب نقول لك يا أخي راني أنا نحبك وهاني من خلال موزايك به كما انا سامح. انا غلطت معاك سي بون خلينا نزه. وانا غلطت معاك خاطر ممكن ما عرفتكش انت شنو تحب وشنو ما تحبش. كنت النجم نكون منافق اكثر خاطر انا اخر همي نكون وزير خارجيه ولا سفير. اطلب العفو وزير سعاده. لا لا وزير خارجيه وسفير. انا راهو الهادي زعيم حسيتها غلطه مني يا اخي. اصفح انا اخوك وما نتعداش معاك فكره سامي. اما تهز التليفون وتكلم صافي على القلوب. انا نحبه يعرف هو هذا. انا قلت مريض بيك وعاودتها لك لك انت ومريض بالبرنامج هذا وبرنامج اخر قناه يعني اذاعه كونكيرونت. نحبك الهادي زعيم شنو باش تعدمني. اصفح يا اخي اصفح. حب نجي معاك. انا استدعيت الناس كل في بنزرت وانا لا علي يا اخوي. شوف انا من نفاق جوسكو بو هو يعرف. قلت رد بالك تخاف مني خاطر انا قلتها لك اون بلان بوبليك تقبلها من عندي. رد بالك ملي يجاملك في وجهك. واحنا صغار ما يشري الكرة كان الغفاص باش يضمن التكويرة. واحنا صغار ما يشري الكرة كان الغفاص باش يضمن التكويرة. اللي يعملوا في الفيو بالفلوس خاطر في حومتي كان أكثر واحد يشري لنا الكرة هو الغفاص اللي ما يعرفش يلعب. ديما الكرة عليه هو يعني تدفع فلوس تلعب. آخر ستاتيو صغاريد باهي والكسكسي باهي أما الفايدة في الهناء. هي مفهومة خلاها في المطلق هذيك. هات لي مصطفى. لا نقصد به شخص واحد. شخصة فنانة فناشة. وعندكم برشا انتم البلانشيمون وعندكم البوليساج عرفتوا ياسر تبييض وكتجيكم واحد تحشموا منه. الوحيد اللي ما يروفوش عليك نجيو من البلاتو نوفل. قلت له شنو؟ قال لي انت تعرف تقول تحمس ولد. قلت له شنو نعمل؟ قال لي ما عادش تقول. انت اليوم مصطفى كل تصريح تقوله تتحمل مسؤوليتك فيه. الغدوة نعاودوا لك بنفس المفهوم بشكل اخر. جديدك الجمهور اللي قاعد يسمع فيك اش عندك جديد وفاش قاعد تحضر؟ برشا جديد وباش ندخلوا توا في اليونيفرسيل. باش نعملوا اللي فما عملناه بلاسي بيان كلاسي بيان بارمي العشرة الحمد لله. نخدم على روحي توا باش نعمل تجربة. انا قلت توا خلطنا المرحلة بتاعة مخوير. مرحلة التمخوير ايش معناتها؟ الفن التجريبي الموسيقى التجريبية ودز تقطف. أنا جاي من ستاتيو معينة باش نطورها. ستاتيو هذيك تمشي شوية لليونيفرسال. ما عادش نحبوا توا توصل. وقتاش المرسو جاي؟ في سبتمبر. سبتمبر سبتمبر سبتمبر. ربي سهل مصطفى. شكرا ليك مالك جو تيم بوكو. ما أوسي
هادي زعيم جو تيمبوكو انت تستضعاني البحر في بنزار طهر الملح وانت شكرا لك يا مصطفى يعطيك الصحه اللي كنت بحضرنا ميرسي اللي جيت بحضرنا ميرسي على قبول الدعوه واشرف اشرف سلموا لي عليه بالحوايج مكنش زاد هو اشرف زاد كيف كيف هو في كوني انت محليك وربي يفرحك عزيزي والاولاد الكل وراو اللي يجي الموزايك وما يحترمش الوقت راو ما عادش تعيطوا له وراو يجي الموزايك انا اليوم علقت نجم غالي ربي